اليوم في مدينة الخليل سألنا الناس عدة أسئلة عن مجزرة الحرم الإبراهيمي وعن شارع عين سارة وعن النظام العشائري في مدينة الخليل. حتى تعرفوا أجوبة الناس تابعوا مع شبكة قدس الإخبارية. بدي تحكي لي عن العطوة العشائرية بالخليل. العطوة للدم هذه إذا بصير قوشي بيجوا رجال الخير بيجيبوا أدمو وبياخذوا عطوة خلاص. بدي تحكي لي شوي عن العطوة العشائرية بالخليل، عن كلمة نقاع الدم شو معناها؟ نقاع دم؟ نقاع الدم أو نقاع الدم بيستخدموها العشائر. والله ما بعرف فيها، والله ما بعرف فيها. كلمة نقاع الدم شو معناها؟ بعرفش. نقاع الدم هذول في بيوت هذه بتكون مثلا في دورة بتكون من أدم في ناس في حارة الخليفة دار الجعبري في ناس كثير يعني من أدم يكونوا متكيب. معنى كلمة لباس التوب؟ لباس التوب في المشاكل، يعني هو اللي بيلبس توب الشخص الغلطان أو اللي عليه الحق، هو اللي بيلبس توب على أساس إنه يبادر في الحل، يعني خلينا نقول هيك. هادي في العطاوي والعشائرية إذا كان مشكلة مثلا دم أو أي مشكلة عشائرية، عيلة بتلبس توب عيلة تانية، يعني زي هي بتتعهد إنه العيلة التانية توفي بكل القرارات اللي صارت في مثلا الجلسة العشائرية. تعرف إشي عن مجزرة الحرم الإبراهيمي متى صارت؟ طبعا بعرف، بسمع فيها سمع ما كنتش حاضرها. أنا كنت موجود، صلوا هناك المسلمين صلاة الفجر وخش عليهم واحد صهيوني حاقد ورش المسلمين، قتل المسلمين. أثناء الصلاة إجا اللي هو باروك جولدشتاين هذا وبلش يطخ علينا في وإحنا بنصلي. في ناس صابت، في ناس استشهدت. شارع عين سارة ليش سموه بهذا الاسم؟ صراحة بعرفش. بتوقع عشان كان في عين مية، يمكن اكتشفتها واحدة اسمها سارة، بعرفش. لأنه في عين في عين سارة، هي عين مية يعني عند البلدية، هي عين سارة يعني. لأنه موجودة هناك عين سارة، في عين مية اسمها عين سارة. طيب شو هي طبخة المسقعة؟ طبخة ايش؟ هي طبخة المسقعة مشهورة بالخليل، بتعرف ايش هي؟ بعرف ايش. مسقعة باذنجان ومع تومة ومع بندورة. هذه هي المسقعة. المسقعة اللي هي عبارة عن باذنجان مع كفتة، باذنجان وبندورة وكفتة.